كاين وزارة على التراب الوطني بتعني 15 و 25 حسب سي رضا. انا قريتها مزيان هادي قدي ما قريتهاش ما قريتها في اللجنه ما قريناش بزاف التزامات الملكيه. تقدر الكلفه الاجماليه اشغال البرنامج ب 40 مليون درهم. دابا المجلس الاقليمي غادي يدير 15 مليون يعني مليار ونص، والمليار ونص غتعطيها الوزاره تاع احياء التراب الوطني والتعمير الاسكان وسياسه المدينه. بمعنى ما عندها حتى شي ما كاينش التزامات ما كاينش التزام مالي يعني كنا في الشراكه بحكم انه يعني التراب تاع الجماعه ديالنا. غير نقاط الدراسه تاع الجماعه والشهوه. هاي تعمل جماعة وجدة على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع ووضع اتفاقية مع تصويتها من أي تحمل أو تعرض على اتفاق، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المحارم وتحويل الشبكات الماء الكهرباء الهاتف للمجدات، ضمان وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل إنجاز البرنامج بوضوع اتفاقية، وضع القطع الأرضية اللازمة للتوطين المؤقت لأوراش أو التحويل المؤقت للطرق والمسالك، هذا تاع مقرر الشونتي، ضمان حسن اشتغال الأجهزة المحلية المواكبة لإنجاز البرنامج وتتبع المراقبة الميدانية للإشهاد، العمل على تسليم الوثائق والتراخيص الضرورية لإنجاز المشروع في أجل محددة لذلك، حل كافة النزاعات والتعرضات والمتابعات القضائية التي من شأنها إعاقة سير العديد من الإشهاد المترتبة عن هذه الإشهاد. سي عمر، الأخرى اللي فيها اللي ما فيهاش التزامات، أما هذه ديال واد جلطي فيها توفير الأوعية العقارية على جنبات، لأن غادي يديروا تهيئة على جنبات واد جلطي. اللجنة كانت اجتمعت يمكن ولا حضور نائب رئيس اللجنة على ما أظن، وتعذر الدراسة تعذر عليها دراسة هذه النقاط. المخرج من داخل اللجنة وهو أنه تعرض على أنظار المجلس للحسم فيها التي تقتضي دراسة متأنية، واعتبار أهمية متهمة التزامات الجامعة التي تقتضي دراسة متأنية وإلقاء رأي مختلف مكونات اللجنة وقيد استشارة لنوتي الشركاء في توضيح الجانب التقني الخاص به المقارنة، فإن نائب رئيس مجلس الشركاء والتعاون يتبع عرض جميع النقاط على أنظار المجلس في أقل فرصة مبرمجة للتداول. إخوان المستشارين الحاضرين، خلي يعني واحد التقرير ديال اللجنة اللي ما درستش. شرحنا؟ ما ارتجعش. حنا راك عندنا التزامات وشفنا الرئيس غايب وجينا حضرنا باش تمشى الامور. دابا غياب تاع المجلس غياب تاع الاخر باستثناء عضوين ونائب الرئيس. النقطة التاسعة الدراسة الموافقة على اتفاقية التمويل في اطار سياسة المدينة لبرنامج اعادة هيئة المدينة القديمة وشارع محمد السادس. دابا نقاط مهمين ولكن مع الاسف ها في داخل الجلسة إذا بالله ما جاء واش غنقول لكم؟ وما غاديش يجي هكا ما غاديش يجي وحنا غير حنا دراسة الموافقة على اتفاقية التمويل في إطار سياسة في إطار سياسة المدينة لبرنامج إعادة هيئة المدينة القديمة وشارع محمد السادس بالمجتمع. اللجنة ما درستش غياب بزاف تاع المعطيات المتدخلين في هذه النقطة. النقطة التاسعة تؤجل. تؤجل ما تلعبوش هنا. هذا هو
يجيو يشرحوا لنا غير فمهم حنا معليش اللي كيتشارج اذا كان الفرنسي والعربي بعدا يجيو الناس اللي لا. النقطة العاشرة الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة بين ولاية جهة الشرق وجماعة وجد تحمل من جهة الجماعة على استهلاك النقل الكهربائي بدار السبتي. يعني فيما يخص هذه النقطة يعني كنا حنا في الحلقة في الاجتماع المكتب كنا ذكرنا عليها حنا قلنا هذيك دار السبتي إذا وقعت قاعة ديال الحفلات كما كانت تستغل سابقا يعني ما كان علاش غادي حنا ندخلوا باش نخلصوا الضوء والماء ولكن تبين بأنه مابقاش عندها هذه الوظيفة ولا هذا يعني هذا تزاول هذا النشاط هذا بحكم أنه غادي يولي شي حاجة بحال المتحف تاع المدينة ويعني كمساهمة من يعني في الشيء يعني في الميدان الثقافي اللي كتعرفوا الجماعة يعني داخل المدينة يعني أنا كنشوف هذه النقطة يعني ما احنا ديجا تحملنا بزاف هذا اللي احنا في هذه القاعة اللي احنا قاعدين فيها احنا اللي كنخلصوا الضوء علاش تعرف يعني واخا هي ماشي شي مرفق اللي تابع للجامعة ولكن هو الحمد لله احنا كنستغلوه واخا تابع لجهات أخرى ولكن يعني ما كان مشكل أنا كنشوف هذه النقطة العاشرة اللي جات على خاطركم نمشيو فيها كاين شي متدخل لا النقطة العاشرة المصوتة للإجماع الحاضر النقطة 11 دراسة المصادقة على مدى تحديد استخدام مرفق المساحة الخضراء في الجامعة إلى الوكالة المستقلة الجامعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة اللجنة ما ضبطتش هذه النقطة رئيس اللجنة ولا النائب ديالو قرر صعود بوحدو في اللجنة يمكن وصعب انهم غاديش يقدروا وفي غياب بزاف تاع كيقول هنا نظر لعدم حضور اعضاء اللجنه المعنيه بالدراسه وبعد المجهود الذي قامت به مصالح المديريه في توفير اتفاقيه وضوء التنقيح المطلوبه من خلال التنسيق مع المصالح الخارجيه اطراف اتفاقيات وضع المناقشه واعتبارا لاهميه مساهمه التزامات الجامعه التي تقتضي دراسه متانيه وبدء الرأي لمختلف مكونات اللجنه وكذا استشاره لمنتج الشركاء لتوضيح الجانب التقني الخاص بكل طرف فإن نائب رئيس لجنة الشراكة والتعاون يسبع جميع النقاط على أنظار المجلس في أقرب جلسة مبرمجة للتداول. هذا الشيء اللي كان في اللجنة راه في المجلس غياب جميع المتدخلين ما كانش شي واحد على راديو هنايا يعني. لا هنا ما عندناش خاطر كيهضروا على الوكالة المستقلة الجماعية. كاين شي إضافة هنا السيد مراد على هذه النقاط هذا؟ نظرا لمطرح السلطه المحليه ونظرا لغياب بزاف تاع المعطيات انا اظن بلي هذه النقطه تؤجل الى دليلها كاين مشاكل في هذا الشيء تاع المساحه الخضراء كاين في الاناره العموميه كاين داك الشيء علاش شرط على المجلس لانه هي اعطى المجلس هذه السلطه المحليه انه يفكر يقرا في طريقه تاع التدبير راه تأجيل راه هذا النقطة 11 دراسة ومصادقة ديال مرفق المساحة الخضراء للجمعية الوكالة المستقلة للجمعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ما مفهوماش غياب الممثل ديال الوكالة المستقلة القسم التقني ديالنا من رئيس مصلحة المساحة الخضراء الناس كاع ما مسوقاش حتى واحد ما عارف اللي ما على بالهاش كاع كيما يجيش حتى رئيس مصلحة تاع المساحة الخضراء يعني تا هذا القسم التقني ديالنا تؤجل النقطة 11 إلى دورة استثنائية نصيب بعقد دورة استثنائية ويجي كل شيء يجي يلتزم ويتحمل المسؤولية ديالو هذو نقط حساسة اللي كتهم المدينة والمشاكل اللي كتعيشها يعني هذا المرافق نفس الشيء غياب المعطيات وغياب إدارة مختصة والوكالة المستقلة باش الشرطة تكون تاع المجلس إخوان نقطة تؤجل نقطة 12 دورة استثنائية دائما دورة استثنائية في أقرب أجل الدراسة والتصويت على دعم العام
عمل تطوعي دراسة ويبعد عن عمل تطوعي جماعة زيد تطوعي جمع قدمت ما بين الدوره الفارقه وهذا الدور. اذا المكتب كان خاصو يقرر في فيها من حيث الشكل والمضمون هل هي بعدا مقبوله، لان كاين دليل المساطر ديال العرائض، قديم العرائض خص واحد المجموعه من الشروط. ولا فهمنا هذه غير النقطه، شكون يقدر يفيدنا فيها؟ واش تجي الجهات؟ انا هنا ما كاينش كاع المسؤول تاع شي جمعيه دايرين العمل التطوعي بالجماعه تقدمت بها ولكن واش هنا شكون تقدمت بها؟ شكون هو الطرف اللي غادي يشكل النقطه؟ سالت بها جمعيه فضاء العمل التطوعي، جمعيه متخصصه في العمل التطوعي اللي تراسها محمد الدحمان. تقدمت بالعريضه، كانت من مجموعه من العرائض وافق عليه المكتب، عرضت على اللجنه بحكم انها ما درستش المضمون ديال العريضه، فاجتهدت ان كتطلب مجموعه ديال التدخل ديال الدوره الاستثنائيه تاع هذه نقطه 13 مشى حتى للدوره تاع هي الدوره الاستثنائيه ما تقولهاش الدراسه والصوت على نعم مع اعاده صياغتها وقولوا لنا شكون هي الجمعيه اللي هنا خصنا نراجعوا على النقطه ونشوفوا واش الطلب ديالها وفيها العريضه نقطة 14 دراسة وتصويت على قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم استغلاق عدد كبير من الكائنة باسم الجملة الخضراء والفواكه. كاين المدير تاع سوق الجملة الخضراء والفواكه. تفضل زيد. لأن اللجنة ما درست حتى حاجة، غير باش تفضل. قول لنا واش كاين. أروح السيد ريس هنا باش نسمعوا. أنا قدام مستشارين بعدا باش يسمعوا. باش غير نسمعوا بعدا. هذا السيد. زيد. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، الساده الاعضاء الحضور الكريم، بالنسبه لهذه النقطه هذوك كاين واحد ثلاثه ديال قاعات التبريد تم بنائهم سنه 2009 وبقاو مغلقين، وكاين واحد كناش تحملات متجاوز، وراسلت انا الجماعه وتكونت واحد اللجنه وخرجنا وديك اللجنه باش تعين هذوك الثلاثه ديال المخازن التبريد. ملي حلينا الباب التالية، ملي دخل الباب اللي دخل الفريغو هذيك سي اون بورت فيرموتور الكترونيك دابا حنا اللجنة مازالت بصدد تهيئ واحد القرار تنظيمي، لان كان كنا شي تحملات مازال ما درناش تؤجلتوش. النقطة 14 هي الثانية ديال الدورة الاستثنائية. قرانا البقية الشيخ كلشي أجيرة كلشي حتى الطائرة لا الموظفين ديالنا غير قسم التكنيك غير مساحة الخضرة غير تاع الاختراق غير هذا راضي وفاق وقع حنا اللي نديرو الشغل هذا.